يزيد بن زياد بن مهاصر أو أبو الشعثاء الكندي البهدلي، وبهدلة بطن من بطون كندة، وأبو الشعثاء هذا أحد أنصار الإمام الحسين سلام الله عليه الذين استشهدوا معه يوم كربلاء ويوم عاشوراء. قيل أنه قد التحق بالحسين سلام الله عليه عندما رأى بأن الشروط قد ردت إليه وردت عليه، وهذا سبب أو أمر أول، نقطة أولى في سبب لحوقه بالإمام الحسين سلام الله عليه. أما السبب الثاني فقد قيل بأن يزيد بن زياد كان يعرف الشخص الذي يحمل كتاب ابن زياد إلى الحر، ذلك الكتاب الذي جاء فيه أن جعجع بضعينة الحسين سلام الله عليه، فالتقى به وسأله: أأنت مالك بن نسر؟ فقال: بلى أنا مالك بن نسر. فقال أبو الشعثاء: ثكلتك أمك، ماذا جئت فيه؟ أي ما الأمر الذي دعاك للخروج؟ وما هذا الكتاب الذي بين يديك؟ فقال مالك: أطعت إمامي ووفيت ببيعتي. فقال أبو الشعثاء: عصيت ربك وأطعت إمامك في هلاك نفسك، كسبت العار والنار، ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فهو إمامك ابن زياد. وفي يوم كربلاء قاتل أبو الشعثاء فارسا في بداية الأمر، وقد كان مقاتلا شجاعا مغوارا، فلما عقرت فرسه جثى بين يدي الحسين سلام الله عليه ورمى بسهامه وقد كان راميا، فرمى 100 سهم ما سقط منها إلا 5 أسهم فقط. فقال الحسين سلام الله عليه وهو يدعو له: اللهم سدد رميته واجعل ثوابه الجنة. فلما نفذت سهامه قام شاهرا سيفه وذهب لقتال الأعداء وهو يرتجز في الميدان ويقول: أنا يزيد وأبي مهاصر، كأنني ليث بغيل خادر، يا رب إني للحسين ناصر، ولابن سعد تارك وهاجر. فقاتل قتال الأبطال الشجعان حتى قتل رضوان الله عليه، فالسلام عليه سلام الشهداء الأبرار ورضوان الله تعالى عليه.